حياكم الله جميعا، معكم فيصل المالكي موظف في 4x4 سنتر. راح نوريكم التجهيزات اللي راح نسويها للسيارات. احنا نجهز السيارات في الأوفرود من نظام سسبنشن كامل الى جنوط وكفرات. عندنا مثلا هذا الجلاديتر، جهزنا تجهيز كامل، مساعدات ايكون 2 انش، جايات ايكون، هو يكون لفت كت كامل، ايضا تشمل مسامير توازن، ايضا ركبنا له برضه الجنوط من ايكون، ايضا كفرات بيف كودريتش. السياره ترتفع قرابه 2.5 انش. ادجستبل صح؟ المساعدات؟ لا هذه مو ادجستبل، ايكون هذا مو ادجستبل. ايضا عندنا هذا الجمس 22 شكل جديد ما شاء الله. ركبنا له مساعدات الايكون 2.5 انش مع مقصات توتال كريوس اللي تعطيك شعور بالترتيب افضل. هذه هي. ايضا يمديك ترفع وجهية السيارة ونزولها عن طريق المساعدات. قابل هذا هيدروليك يعني؟ لا مو هيدروليك. لا تعمل بالغاز النيتروجين. ايضا نفس الموال عليها جنوط الايكون. ايضا من ناحية المحرك عليها انتيك كامل من شركة اي اف اي الامريكية اللي هو نفس هذا. ايضا مركب لها الجمس رود ماستر، سبرينج رود ماستر. هذه طريقة عمله ومكان في السيارة. يكون على سنتر اليايات الى الاخرها وتشد عليها تعطيها الراحه وثبات وقساوه. وكنت سالتك على البرونكو، هذه مقارنه بالبرونكو اللي جايبينها الجزيره. اللي جايبين الجزيره طبعا وكاله عليه 35 انش يسمونه سسكواتش باكج. نعم احنا سوينا سسكواتش باكج على السياره هذه وايت تراك ما شاء الله. ركبنا لها مساعدات كينج 2.5 انش ادجستبل، يمديك تتحكم بقساوتها وليونتها عن طريق الفراس. اللي هو مع البرونكو منها كم نوع؟ يمكن 6 ولا 5. يعني ليه اخترتوا هذه بدل ال احنا اخترنا الباب واحد. نعم. خلاص يعني احنا حبينا نجهزها بانفسنا، فمو ضروري تاخذ الفول اوبشن او هذا. نعم نعم. غيرت يعني المساعدات، غيرت كل شيء. السياره تحولت من سياره استخدام عادي الى بكي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اي نعم. طبعا عليها مساعدات الايكون 2.5 انش. زي اللي راكبة على الجنس ولا؟ هي نفس الفكرة. نعم. بس انهم يعني مختلف المهم للبرونكو تختلف. ايضا عليها مقصات الباها. طبعا هذه كفرات الكيم 3 من بيف كودريتش، تكون فل حجري مقاسها 37 انش. يعني هذه دعوس كل شيء، حجار اي شيء ما شاء الله تبارك الله. ايضا عليها جنوط الميثود الأمريكية. كل المنتجات اللي تشوفونها الإضافية هذه أنا وكيلها الحصري. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك إن شاء الله. الله يعني شيء جميل صراحة. أوه أشوف هذه كلتشات للفجيات، للفتك، النيسان كلتشات ستيج 1 ستيج 2 على حسب الباور. نعم تكون محتويات الكرتون ديسك وفحمة وكلتش. شو الشيء اللي تحتاجه؟ ايضا عندي ربلات السوبر برو الاستراليه، ضمانها 3 سنوات. السيارات اللي يدورون ربلات ما ربلات يعني مع العمر. فيروح مضطر يروح الوكاله يعطونه قطعه كامله، مقص كامل او جهه كامله. فهذه واجهت هذا الشيء. هذه مقصات الباها. نعم ما شاء الله تجي علويه للي يحتاج علوي، وايضا للناس اللي يخشون سباقات او يحتاج استخدام شويه ستيج مختلف، يحتاج يركب فوق وتحت يجي باكج. ما شاء الله. هذه مساعدات الكينج 3 انش يجي باي باس، بس بطريقة مختلفة. هذه 2.5 اللي هو 2.5 انش، هو على حسب استخدام الشخص. على حسب استخدام الشخص احنا نقول له ركب كذا لا تركب كذا، مو شرط يكون الافضل هو الاغلى واحد، لا ممكن يكون استخدامك هو اللي تحتاج له. عندنا ما شاء الله تبارك الله برضه هذا اللاند كروزر. ما شاء الله هذه يمكن اشهر سيارة عندنا ما شاء الله. عليها جنوط البرايت ايضا انا وكيلها الحصري ما شاء الله. اي نعم. وكفرات البيف كودريتش النكش الجديد اللي تجيك ناعمه يسمونه تي تي او ترايل تيرين ما شاء الله. اي نعم. ايضا عندنا احنا بلوفه التنسيم السريع الابكس الامريكيه، تصير طريقه عملها رائعه جدا، تنسيم سريع جدا وايضا حتى في التعبئه. وش الفرق بينه وبين العاديه يعني؟ هذه للناس اللي ينسمون واجد. نعم. يحتاج تنسيم سريع وايضا تعبئه سريعه جدا جدا فعال. بس تصبح حبه من فوق
صلى الله وبارك. حتى في التعبئة أسرع من أي بلف ثاني في العالم كله، أبيضي أو غير أبيضي، فرق 30%. إن شاء الله. فحرفياً ما شاء الله. طبعاً حتى هذه ما شاء الله كانت مجهزة بمساعدات كينجو، مكسرات باها، تجهيز كامل. ما شاء الله تبارك الله. لا لا شيء خيالي. وغير يعني والباقي كله ستوك يعني في ال. لا لا من ناحية جزوز ما جزوز ما شاء الله ما من عند الشباب في بولت ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يعني السيارة مجهزة كاملة ما شاء الله. الله يسعدك وشرفت صراحة. حياك الله. لي شرف. لي شرف يا حبيبي. الله يسعدك. بتوفيق.